السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نديرو طريقة الدفع في منصة كوكوين عن طريق وايز. طريقة سهلة جدا بدون أي مشكلة. تابع هذا الفيديو تفهم جدا. قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى اشتراك في القناة وخاصة في جرس يصلك الجديد. مهم نروحوا إلى منصة كوكوين باش نديرو طريقة الدفع بهذه الطريقة خاوتي. ومن بعد واش نديرو؟ نكليكو هنايا بروفيل، ومن بعد نحوسو على طريقة الدفع. ندخلو إعدادات خاوتي، إذا ملقيناهاش خاوتي هنا في الإعدادات خاوتي واش نديرو؟ نروح هنايا ومن بعد نروح بي تو بي. إلا في حالة ملقيناش خاوتي نديرو مثال اورو، اورو بهذه الطريقة. مثال نحوس نشري، مثال عندي طريقة الدفع وايز عندي التأكيد. ومن بعد نديرو البيع، نديرو البيع خاوتي. هنا واش يقول طريقة الدفع؟ نديرو التعديل، ومن بعد نديرو إضافة طريقة الدفع، ومن بعد نختارو وايز. هاي خاوتي وايز. هنا نديرو الاسم خاصة بينا على منصة كوكوين، نديرو محمد الحبيب ويب شاهد بهذه الطريقة. ومن بعد نجيبو جيميل خاصة بينا على وايز، نجيبو جيميل نرجع لكم. خاطر جبنا جيميل بالطريقة، ونديرو التأكيد. ومن بعد نروحو خطوتين حماية المنصة جوجل نتاع حماية. ومن بعد نجيو هنا يا خاوتي كما تمر التداول، وبعد نجيبو الرمز تاع البريد الإلكتروني خاوتي، البريد الإلكتروني لو جانا خاوتي الرمز. نسخ، ومن بعد نجيبو هنايا، ومن بعد نروحو على الحماية. نديرو تأكيد خاوتي، تم إضافة توت الدفع بهذه الطريقة خاوتي. ومن بعد نديرو البيع، نديرو البيع. إذا نديرو 10، إذا نديرو 11، نديرو البيع خاوتي بهاد الطريقة. ولا نديرو العكس، نديرو هنايا 11 خاوتي. هذه الطريقة لوسيلة الدفع في منصة كوكين بهذه الطريقة خاوتي. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الإشتراك في القناة وخاصة في جرس يصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.